الحقيقة يا رائد، يعني ما شاء الله بالبورتريه اللي شفناه الآن من خلال هذا الفيديو، الرسم اللي سويته يعني مطابقة ما نقول 100% لكن 90%. فأنا أشوف أنه بالفن التشكيلي ما شاء الله عليك، يعني متمكن جدا من أدواتك. والله يا أستاذ صباح، المشكلة في الآتي أنه البورتريه كل الرسم، يعني تخيل أنا صار لي ما يقارب 15 إلى 14 سنة تقريبا أنا أرسم، لحد الآن ما راسم مثلا منظر طبيعي أو ما راسم بيت، أو يعني شايف هذول الرسمات الرسامين يبدأون. نعم، أنا ما قمت أركض نطحت قبل البورتريه. فالبورتريه احبه كلش، فلذلك يعني تشوف شغلي بيه زين. البورتريه زين، قول لي نعم انت مغترب في اسطنبول، عراقي. نعم. مغترب في اسطنبول، مقيم صار لك كم سنه؟ من 2000. من 2000 وش قد انقطع الصوت عندي؟ 14. من 2014. نعم. طيب جربت تستثمر موهبتك بالتمثيل في كسب الرزق؟ يعني الفن التشكيلي ممكن انه واحد يسترزق من وراه خصوصا في اسطنبول؟ والله بصراحه ما اعرف انت تعرف بهذا الشيء او لا. انا من 2018 رئيس ملتقى رواد الفن العراقي بتركيا. فبهاي الفتره الحمد لله والشكر يعني شغال بهذا الامر، وقاعد اسوي مهرجانات. وكان عندي مهرجان دولي. دقيقة رائد، خل أضيف إن هذني للكولكشن اللي عندي، منظم مهرجانات جيد، هاي أنضفتها. تقريبا أصغر منظم مهرجانات في الوطن العربي. والله عافي عليك، يعني بالإضافة لكل هاي الأمور اللي ذكرناها، منظم مهرجانات همينة. وأول شاب عراقي يفتتح مرسم الخاص في تركيا، وهاي شهادة من قناة الفلوجة في سنة 2017. حلو. من الست فنادي وأستاذ محمد الجفال. حلو. طيب رائد، المشاريع المستقبلية شنو هي في عالم التمثيل بما أنه أنت تحب التمثيل؟ المشاريع المستقبلية الحلال يجي يستدعينا لمسلسل. أي؟ وإن شاء الله الأمور البقية كرائد عندي إن شاء الله. زين، علاقاتك شلونها بالوسط الدرامي، الممثلين العراقيين؟ لأن تعرف يعني مرات العلاقات تلعب دور، عندك ممثل عندك مخرج تعرفه تشتغلوا يا، ما عندك ممثل ما عندك مخرج، لا والله شغلتك تصير صعبة، صح لو لا؟ والله صحيح، بس الحمد لله علاقاتنا يعني لا بأس بها. نقول ننصح حاليا بسنة 2020 يعني كان على اساس سبحان الله ما صار، كان كورونا ما صار، مستقبل جاي للاسف. الصوت يعني مو واضح، ده يقطع عندي، فاتمنى كنت اتمنى انه اسمع بقيه الحوار بشكل واضح وياك. رائد، كلمه اخيره تحب تقولها لمحبيك، لاصدقائك، الي مثلا انا يعني وياك الان ده احاورك بدون مجامله، شنو اللي تحب تقوله؟ شوف، اول شيء انا اعتبر هي من القنوات الداعمه لرائد حبيبي، لان استضافتني في وكانت تقريبا اول قناه تستضيفني. طبعا القائمين على القناه واشكر عليهم، السيد هنادي وسام محمد جبال كانوا من المحاورين. شكرا انت يا صباح غالي. تحياتنا لهم طبعا، هم ايضا زملائنا، تحياتنا لهم. صباح يعني انا جد اعتز بيه. الله يخليك. يلا بلكت نلتقي بعمل تلفزيوني انا وياك نمثل، بما انه انا همي انا ممثل وبكالوريوس تمثيل، بلكت نلتقي بعمل ونشتغل سوي مسلسل او عمل درامي، شوف شلون، الله كريم. تحياتي لك يا رائد. وتدعمنا ان شاء الله، احنا هذا منبر كل الشباب، وهذا البرنامج بالتحديد يعني انا خليت بفقره خاصه هو لتسليط الضوء على شبابنا العراقيين سواء كانوا داخل او خارج العراق، المواهب اللي تحتاج الى دعم حقيقي على الاقل على المستوى الاعلامي. نعم حبيبي استاذ صباح، انا انوه على شغله اخرى. نعم. في حاليا في ازمه كورونا، صوتي واضح يمك استاذ؟ اي اسمعك. اي في ازمه كورونا حاليا ما نقدر نسوي معارض
ومهرجانات. فابتكرت فكره هي انه المعرض الافتراضي، وهو عباره عن مصمم سواق بضاعه نموذجيه لوحات للفنانين تكون على طريقه صوره 360 درجه. هذا راح يكون معرض افتراضي تقريبا من الاول، يعني ما موجود تقريبا ابدا في وسط الفن احد مسويه. ان شاء الله يوم 10 معرض هذا الافتراضي. نعم. يلا إن شاء الله تعدي هذه المرحلة وكل الأمور ترجع إلى طبيعتها وترجع تفتتح هذا المعرض الافتراضي اللي تحدثت عنه. أنا أشكرك جدا رائد لتواجدك وياي، وعندي ضيف آخر وما أريد أتأخر عليه، أيضا هو صديقنا وعزيزنا ما نريد نزعله بالجو. تحياتي لك رائد، شكرا جزيلا.